بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نسعد بان نلتقي بكم اليوم في رحاب الحديث النبوي الشريف في رحاب حضره رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول الانسانيه رسول البشريه الهدايه التي ارسلها الله سبحانه وتعالى وانزل عليها كتابه العزيز رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندما كان يتحدث مع اصحابه صلى الله عليه وسلم، وعندما يقر ما يفعل اصحابه صلى الله عليه وسلم، فعندما جاءه صحابي وقال يا رسول الله انني قلت لصاحبي ان لنفسك عليك حق، وان لبدنك عليك حق، ولاهلك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وعندئذ نكون الان في حضره رسولنا صلى الله عليه وسلم مع الحديث الشريف مع صحيح البخاري مع الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسولنا صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه هذا الكتاب المشهور بين أهل العلم وبين العامة والخاصة بصحيح البخاري. هذا الكتاب ألّفه محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. بداية نريد أن نلقي نظرة على الكتاب، ونتحدث أيضا عن مؤلف الكتاب. والإمام البخاري يعد محمد بن إسماعيل البخاري من أهم علماء الحديث الشريف عند أهل السنة والجماعة. هذا الرجل ولد في الثالث عشر من شوال سنة 194 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح الذي يعتبر أوثق الكتب الستة الصحاح والذي أجمع علماء السنة والجماعة على انه اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الامام البخاري هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة وهو ابو عبد الله بن ابي بردزبه الجعفي. ويرجع نسبه الى بخارى، الى منطقة بخارى في اوزبكستان حاليا، دولة اوزبكستان حاليا، ويروى ان الامام البخاري قد ولد ومات أبوه وهو صغير فتربى في حجر أمه ونشأ نشأة أحب فيها العلم وتعلم الحديث وقرأ الكتب التي كانت تجمع الحديث من قبله ويروى أنه كان يحفظ عددا كبيرا جدا من الأحاديث المشهورة وهو ابن ستة عشر سنة حتى قيل أنه كان أصيب متنا وسندا يحفظ الحديث الشريف وهو صبي يحفظ ما يقارب سبعين الف حديث ومن شيوخه رجال كثر حدث محمد بن ابي حاتم عنه وثمانين نفسا ليس فيهم انه قال كتبت عن الف الا صاحب حديث انتهى كما في سير اعلام النبلاء واهميه الشيخ تختلف بهذا الاعتبار وله مكانه عظيمه رفيعه بين أهل الحديث ويعد صحيح البخاري هذا الكتاب العظيم هو أشهر كتب الإمام البخاري بل هو أشهر كتب الحديث بذل صاحبه جهدا كبيرا فيه وانتقل فيه من مكانة إلى أخرى يتنقل بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عدد أحاديث صحيح البخاري مع وجود المكرر منها سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعين حسب الإحصائية التي أعدها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي اختارها الإمام البخاري من بين ستمائة ألف حديث كانت تحت يديه لأنه كان مدققا في قبول الرواية واشترط شروطا خاصة في رواية راوي الحديث وهي أن يكون معاصرا لمن يروي عنه وأن يسمع الحديث منه أي أنه اشترط الرؤية والسماع معا هذا الى جانب الثقه والعداله والضبط والاتقان والعلم والورع هذه شروط مهمه جدا اعتبرها الامام البخاري كي يضبط الحديث الشريف وكان البخاري لا يضع حديثا في كتابه الا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين وابتدا البخاري تاليفه كتابه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف ولم يتعجل الإمام البخاري في هذا الأمر ولم يتعجل الإمام البخاري في إخراج كتابه إلى الناس إلا بعد أن فرغ منه ولكن عاود النظر فيه مرة بعد مرة وتعهده بالمراجعة وتعهده بالمراجعة والتنقيح ولذلك صنفه ثلاث مرات حتى خرج على الصورة التي عليها الآن قد استحسن شيوخ البخاري وأقرانه من المحدثين هذا الكتاب بعد أن عرضه عليهم وكان منهم جهابزة في الحديث مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين فشهدوا له بصحة ما فيه من الحديث ثم تلقفته الأمة الإسلامية بعدهم بالقبول باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل مشاهدي الكرام لعظم مقدار هذا الكتاب العظيم في نفس كل مسلم اقبل العلماء في كل زمان ومكان على هذا الكتاب الجامع الصحيح بالشرح والتعليق والدراسه بل امتدت العنايه به الى العلماء من غير المسلمين حيث درس وترجم وكتبت حوله عشرات الكتب الحقيقه ان الامام البخاري كان انسانا عظيما شريف النفس فقد بعث اليه بعض السلاطين لياتيه حتى يسمع منه ويسمع اولاده فارسل اليه من في بيته من في بيته العلم والحلم فقد كان رجلا عظيما ولكل بدايه نهايه فقد كانت وفاته رحمه الله ليله عيد الفطر يوم السبت الاول من شوال في سنه 200 وست وخمسين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء وصلى عليه الناس يوم العيد بعد ظهر يوم العيد وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وفق ما أوصى به وكان عمره يوم وفاته اثنتين وستين سنه هذا هو الامام البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه مشاهدينا الكرام نبحر معكم الان في كتاب صحيح البخاري هذا الكتاب العظيم يحمل في طياته احاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما قلنا انفا يعتبره العلماء اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل مشاهدينا الكرام نبدا معكم نتصفح هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم الذي قسمه الامام البخاري الى كتب عديده يبدا ببدء الوحي ثم يليه كتاب الايمان وكتاب العلم والوضوء والغسل والحيض والتيمم ومواقيت الصلاه حتى يصل بنا الى كتاب التوحيد ففي بدء الوحي يعتبر اول حديث يرويه الامام البخاري عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وفي هذه البدايه العظيمه التي يبدا فيها البخاري يبدا كتابا عظيما وهو كتاب صحيح البخاري بحديث النيه وحديث انما الاعمال بالنيات وهذا دليل على انه ان صحت النيه في اي عمل من الاعمال سيكتب له النجاه وسيكتب لها النجاح باذن الله تعالى فيذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان في هذا الحديث الشريف يؤكد لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم القواعد الاساسيه التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف وهي تبدا بالشهاده ثم بعد ذلك الصلاه والزكاه والحج وصوم رمضان، هذه أمور أساسية تبدأ بالقول وتنتهي بالعمل، تبدأ بالشهادة في أن ينطق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا عمل قولي يقوله بلسانه، ثم يتبع بعد ذلك القول بالفعل والعمل في صلاته وزكاته وحجه وصومه، وينتقل في هذا الكتاب الكبير كتاب الإيمان من الى باب امور الايمان وباب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هكذا ينتقل بنا ايضا الى باب اي الاسلام افضل والى باب اطعام الطعام والى باب الايمان الايمان الحق في ان يحب الانسان لنفسه هذا امر طيب ولكن يحب لاخيه كما يحب لنفسه ويروي لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ثم يتحدث ايضا عن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه من الايمان ان تقر هذه المحبه في قلوبنا فلا يكتمل ايماننا الا بمحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم فيروي لنا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. ثم ينتقل من باب الى اخر يتحدث عن حلاوه الايمان ويتحدث عن علامه الايمان وحب الانصار ثم من الدين الفرار من الفتن في ان الانسان اذا وجد نفسه محاطا بالفتن في اي مكان او في اي زمان من قواعد الايمان ان يترك هذا المكان ويفر من الفتن حتى لا يقع فيها مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابو سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ثم ينتقل الى باب انا اعلمكم بالله اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لاصحابه انه اعلم بما له وما عليه كمؤمن ومسلم رغم انه نبي من عند الله سبحانه وتعالى كي يعطي لنا درسا في ان الانسان لا يكلف نفسه مصداقا لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتتوالى الكتب التي حددها الامام البخاري وشحن فيها كل ما يرى من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا للصحه حسب الشروط التي املى على نفسه وال على نفسه الا يتخلى عنها ابدا. ثم ينتقل الامام البخاري من باب الى باب حتى يصل الى باب من رفع صوته بالعلم. وفيه توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العلم له اداب وله شروط عند المعلم وعند المتعلم، ثم ينتقل الى باب اخر وهو بعنوان باب المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا وينتقل بعد ذلك الى باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم الى اخره من الابواب الكثيره في كتاب العلم، ثم ينتقل الامام البخاري من كتاب العلم الى كتاب الوضوء فيتحدث لنا عما جاء في الوضوء وانه لا تقبل صلاه بلا وضوء ولا طهور. ثم يتحدث في كتاب الغسل ثم كتاب الحيض والى التيمم ايضا والى كتاب الصلاه ليبين لنا ويؤكد ان الصلاة هي عماد الدين بان لها شروط وواجبات يجب على المسلم ان يتبعها ولا يتخلى عنها ولا يتراجع عنها قيد انمله فيتحدث عن كيفيه فرض الصلاة وانها فرضت في رحله الاسراء والمعراج فيقول لنا فيما روي عن ابن عباس قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف ويقول ايضا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ف... فاقرت صلاه السفر وزيد في صلاه الحضر ثم انتقل الامام البخاري الى كتاب مواقيت الصلاه والى كتاب الاذان والجمعه وصلاه الخوف وابواب العيدين ثم يتحدث عن ابواب الوتر وعن ابواب الاستسقاء و... وعن ابواب الكسوف وسجود القران وابواب تقصير الصلاه ثم ينتقل بعد ذلك الى كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافله لك ثم ينتقل من كتاب الى اخر يتحدث عن فضل الصلاه في مسجد مكه والمدينه في المسجد الحرام وفي المسجد وفي المسجد النبوي الشريف، ففي هذا الكتاب يقدم لنا عددا كبيرا جدا من الاحاديث النبويه الشريفه فيقول حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سويد، عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق هذا حديث فيه امر عظيم هذا حديث فيه البشرى ثم يكمل لنا الكتاب بعدد كبير جدا من الكتب يبدا فيقدم لنا كتاب الزكاة والزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. في هذا الكتاب العظيم يتحدث عن وجوب الزكاة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: "حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يأمرنا بالصلاة والزكاة. والصلة والعفاف ويحكى حول هذا الحديث ان ابا سفيان قد تعرض لموقف قبل ان يدخل الاسلام فعندما كان في طريق التجاره ووصل الى بلاد الشام واستدعاه قائد الروم او ملك الروم وساله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو سفيان عندئذ ما زال على الجاهليه وصدق في كلامه واصدق الرجل فقال بعد ان دخل الاسلام يتحدث الى ابن عباس فيقول له يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف وينتقل البخاري من كتاب الى اخر وكل باب يحتوي في داخله على عدد كبير جدا من الابواب الداخلية يتحدث عن كتاب الفرائض وكتاب الحدود والديات وينتقل الى كتاب الاكراه والتعبير وكتاب زوايا الصالحين والرؤيا من الله سبحانه وتعالى والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ثم يتحدث عن كتاب الفتن وكتاب الأحكام وكتاب التمني وكتاب أخبار الأحاد والاعتصام بالكتاب والسنة وينهي هذا الكتاب العظيم بكتاب التوحيد ويقسمه إلى أبواب فمما جاء في كتاب التوحيد الذي ختم به الصحيح صحيح البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى وباب قول الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى وقوله عز وجل ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد وهكذا يتنقل حتى يصل الى باب قول الله عز وجل السلام المؤمن في سوره الحشر ثم ينتقل الى قوله تعالى ملك الناس في سوره الناس هكذا يتنقل من باب الى اخر حتى يقول لنا في باب اسماه وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق حتى يتحدث لنا ايضا في باب ما جاء في قول الله عز وجل ان رحمه الله قريب من المحسنين ويختم لنا هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد وصحيحه ايضا بباب قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وايضا قوله تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ وقوله عز من قائل والله خلقكم وما تعملون وينتقل الى باب قراءه الفاجر والمنافق ثم الى قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه مشاهدي الكرام قدمنا لكم هذه الحلقه عن هذا الكتاب العظيم وهو كتاب صحيح الامام البخاري رحمه الله صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته